تشمل شرح أركان عقد الإيجار. بعد أن تطرقنا إلى شرح ركن التراضي أو الرضا، نتطرق اليوم إلى ركن المحل في عقد الإيجار. ركن المحل في عقد الإيجار مزدوج، فهو بالنسبة إلى التزامات المؤجر يتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن هذا التمكين يكون من خلال وضع المؤجر للمأجور تحت حيازة المستأجر. أما محل التزام المستأجر فيتمثل في الأجرة. وبالتالي عندما نتطرق إلى دراسة محل عقد الإيجار، عندما نتطرق إلى دراسة المحل في عقد الإيجار، لابد أن نتطرق إلى المأجور، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأجرة. المأجور لا يقصد به من الناحية القانونية ذات العين المؤجرة، بل هو الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين. فمرة يكون حق المؤجر على العين المؤجرة حق ملكية إذا ما قام المالك هو بالتأجير بنفسه، وهنا فإن المالك لا يؤجر العين بذاتها من الناحية القانونية، بل يؤجر حقه كمالك على هذه العين. وقد يكون المؤجر صاحب حق المنفعة، وهنا أيضا صاحب حق المنفعة لا يؤجر ذات العين، إنما يقصد بالمأجور من الناحية الفعلية هو حق المنفعة الذي يكون مقررا لهذا المؤجر على العين. ويشترط في المأجور وبمقتضى القواعد العامة مجموعة من الشروط باعتباره محلا لانعقاد عقد الإيجار، فيشترط أن يكون المأجور موجودا وقت العقد أو قابلا للوجود، ويشترط أن يكون هذا الشيء المؤجر معينا تعينا نافيا للجهالة يميزه عن غيره، ويجب أن يكون هذا الشيء المؤجر جائز التعامل فيه شرعا وقانونا، أي لا يخرج عن نطاق التعامل لا بمقتضى طبيعته ولا بحكم القانون. والأهم من ذلك، يجب أن يكون هذا الشيء الذي يرد عليه عقد الإيجار غير قابل إطلاقا للاستهلاك، لأن المستأجر بانقضاء المدة يكون ملزما برد المأجور إلى المؤجر، فإذا كان مستهلكا أو قابل للاستهلاك يتعذر رده، وهذا يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار. عندما نتطرق إلى عقد الإيجار، يجب أن نميز ما بين أحكام القانون المدني وأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 79 المعدل وبعض القوانين الخاصة. فقانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1987 هو قانون يسري حصريا على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات، وبالتالي فهو لا يسري على العقارات غير المبنية، ولا يسري على العقارات الواقعة خارج حدود أمانة العاصمة وخارج حدود البلديات. وقد استثنى قانون إيجار عقار رقم 87 لسنة 79 المعدل من أحكامه مجموعة من العقارات، منها دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور، وكذلك العقارات التي اكتمل بناؤها بعد عام 1998، وكذلك العقارات المعدة للسكنة التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها، وكذلك العقارات المؤجرة للأجانب أشخاصا أو هيئات. بالتالي إن هنالك عقارات مشمولة بأحكام قانون إيجار عقار، وعقارات مستثنات من أحكامه، وإن العقارات المستثنات من أحكام قانون إيجار العقار تخضع بإيجارها إلى قواعد القانون المدني أو بعض القواعد الخاصة الواردة في قوانين خاصة مثل القواعد الخاصة